زي ما انتم كده شايفين يا متابعيني الجمال، القصة الشبكية نسكت الكتكوت وهتبتدي تبتلع فيه. ودي الأصلة الشبكية اللي موطنها جنوب شرق آسيا، ولسه بيب سمول هنحاول نأكل إخواتها التانيين أهمت. امسك ده، صور من فوق. ليه؟ بالعرض، امسكه بالعرض. بسم الله ما شاء الله خلق بكسر مبدأ كده اهو. بس بص شوف وانا، بصوا 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 التانية هي الأخرى. دي الأصل الشبكية يا جماعة، أتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتنشروه على أوسع نطاق، ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد من داخل مملكة إبراهيم الكبرى. وأتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شغال العالي، العالي بتاعكم. وزي ما انتم شايفين كده هتبتدي تبتلع فيه. قرب لكم عليها زوم اهو. في ناس هتقول لي حرام عليك اللي انت لما تلاقي الكتاكيت صاحيه، يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاها بتاكل كده، هيبقى حرام عليا لو انا جبتها من الطبيعه بتاعتها او من البريه بتاعتها وحبستها في صندوق مغلق زي كده وما حطيتلهاش اكل، دي كده يبقى حرام عليا. زي اللي عنده كلب بيروح يشتري كلب ويروح يجيب له اكل بس، وزي اللي بيربي حصان وبيجيب له اكل، اللي بيربي عصافير بيجيب لها اكل. لازم الرعايه، وهي رعايتها هي لازم تاكل كده، ده مش بايدي انا، مش انا اللي خلقتها بتاكل كده، اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مبقاش حرام عليا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتنشروه على اوسع نطاق عشان المعلومه كلها توصل لكل الناس. في ناس هتسالني طب حرام عليك يا جماعه، احنا قلنا لا، دي الاصل الشبكيه موجوده في جنوب شرق اسيا، ده بيبي منها وعندنا منها الكبير. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتنشروه على اوسع نطاق، وتحياتي لكل الجمهور وكل محبيني من داخل مملكة ابراهيم كوبرا. حصلنا لايككم واشتراككم وكومنتاتكم الجميلة، كل الناس اللي بتحبني تعمل لايك وكومنت جميل عشان اعرف عدد الناس اللي بتتابعني وبتحبني وبتحب ان انزل فيديوهات. انا مش هينفع اكمل الفيديو للاخر عشان دول لسه بيبي بيخافوا، اول ما حد بيقرب بيبتدي ان هم يسيبوا الاكل، احنا يعني هنحاول نسيبهم ان هم ياكلوا زي ما احنا شايفين اهوت. دي برضو كواك العيط، ودي كواك العيط لسه ديت، بس ما حسيتش بالاكل. ونسيبهم بقى ياكلوا ونشوفكم في فيديو جديد. نشوف الفيديو اللي انتوا عاوزينه الجاي بقى عن ايه بالظبط. عاوزين نعرفه بس ثانية. شايفين هنا
شكرا لكم وتحياتي لكم من داخل مملكة برام كوبرا، مستني لايككم واشتراككم في القناة بتاعتنا، أحلى جمهور وأحلى فانز في الدنيا، تحياتي لكم إبراهيم كوبرا.